فاضل سعيد. ثواني بس نستنى سعيد، المفروض ان هو داخل، كان لسه معانا من ثواني. اهو سعيد، اهو يلا ادمت. مين اخر واحد جاوب كان؟ محمد، صح. يلا يا مايا، المثال رقم 2 بيقول لي يا احمد ذاكر الدروس، عايز فين المعرفة؟ والسبب إن هي ليه معرفة، في إن هي أنهي نوع من السبع أنواع؟ في سبع أنواع للمعرفة. ماشي، في معرفة أحمد ليه هو أنهي نوع فيهم؟ عالم. عالم. جميل، لأنه اسم شخص. تمام، قولي كمان واحدة. ماشي، في برضو الدروس وهي معرفة بالألف واللام. تمام، جميل يا ماي. يلا يا سعيد، مثال رقم 3، هذه الطالبة مهذبة، فين المعرفة يا سعيد؟ هذه الطالبة مهذبة. ثانية واحدة بس مستر، عشان بس الطالبة معرفة ومهذبة ذاكرة. طيب في معرفة تاني غير الطالبة؟ هذه اسم تمام، إشارة. اسم إشارة، جدع. طيب لفينا تاني، محمد 4، فين المعرفة في رقم 4؟ لو في أكتر من واحدة طلعها. المعرفة الناس والذي تمام، في حد مايا بقى عارف، ولا أخلي اللي بعديك يكمل؟ أنا ما عايز أطلع غير الاثنين دول بس. طيب يلا يا مايا، في واحدة تالتة في رقم 4، إيه هما؟ إيه هي؟ هاء الضمير، هاء الضمير في كلمة يحبه. اه بس انا ما كانش قصدي على ديت، لان ديت لسه انتوا هتاخدوها السنه الجايه، فانا مش هقدر، مش ها يعني مش هاكد عليها دلوقتي. في حاجه تانية ماشي، واضحه وفي ومعرفه. كل كل ليه بقى؟ ايه السبب؟ عشان كل يا مستر بتخلي اللي بيجي بعديها بيبقى مضاف إليه دايما. يعني معنى كده ان هي مضاف، فالمضاف بيبقى معرفه. ايوه بقى عندي الذي، وعندي كل، وعندي الناس. انا كنت عارفها يا مستر، بس قلت استنى اللي حضرتك اديته يعني الإجابة. طيب ماشي، يلا مين اللي عليه الدور؟ انا ماشي اتفضل. 5، اشترى علي كتابا رائعا. ثانية واحدة مثلا. سهلة على فكرة. كتاب دي معرفة. ده أنهي نوع من أنواع المعرفة بقى؟ اللي هي مستر بتاعت الضمير. ده رقم 8 في المعرفة. مفيش رقم 8، هما 7 أنواع بس، دي مش معرفة. طيب ثانية واحدة. علي، علي معرفة. انا علي علي معرفة، ماشي. علي معرفة إن هو اسم شخص. الاسم مستر اللي شبه كتابا ورائعا وبتاعه، فيه تنوين كده اهوت، ما يكونش اسم شخص ولا حاجة، يبقى غالبا هيكون إيه؟ هيكون نكرة، لأن النوع ده من التنوين. النوع ده في تنوين تاني، النوع ده من التنوين، ده تنوين التنكير، النوع دوت من التنوين. ماشي، فهو لو مش مستر. اسم، لو مش علم ومتنون كده، فغالبا هو ايه؟ هو نكرة. وبعدين هو مش اي نوع خالص، لا في الف ولام ولا في ضمير، مش عارف فين شفت الضمير. ايوه موضوع مستر، بس اختلط عليك او سمعت بس. ايه بس مستر انا اتسرعت. ماشي، انا عارف راعش بعد كده. خلاص الدنيا. لا تسرع وحش، يبقى قلنا كلمة عليه. راجع الدور لمحمد، يلا أسرع شوية عشان ناخد جزء الإملاء. هو اسم، هو ضمير هو ضمير غائب. وطالب، ضمير غائب وطالب اسم معرفة.
لا مش معرفة. ايه اللي عرفه؟ لا هو ضمير ولا اسم إشارة ولا علم ولا معرف بقلب ولا معرف بالإضافة ولا منادى. بقى معرفة ازاي؟ هو الطالب، هو أخلاقه هو طالب، مهذبة، هو طالب، هو طالب، أخلاقه هو طالب مهذبة. أخلاقه مهذبة، في كلمة تانية في رقم ستة أخلاقه غير هو. أيوة ملقة، معرفة. والهاء شخصيا على فكرة برضو معرفة، والهاء، يا ضمير. أيوة الهاء، الهاء فهم في الاثنين أخلاقه. الهاء في اخلاقه، وكلمة اخلاق نفسها لان هو عرفها باضافة الهاء. أيوة تمام. طلع النكرة. لا خلاص، ما هي طالب ومهذبة هما النكرة، واحنا هنطلعهم في الاخر اوتوماتيك. بس اهم حاجة ما نطلعش الافعال لا نكرة ولا معرفة. عرفنا افعال فيها وقت، كان مثلا فوق ديت كان ناقصة لان فيها وقت بس ملهاش فعل. رقم ايوه 7 مايه. سهلة أوي 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 يا مويه. أنا متضايق إن مفيش جالي غير لك أنت الطلاب، مفيش غير الطلاب هم اللي معرفة. عشان نعرفه بالألف واللام. تمام. اللي بعده، اللي بعد دي مايه. مين؟ مين اللي بيجاوب بعد مايه؟ لازم أختار. يبقى كان محمد، يبقى سعيد سعيد يا مستر، دلوقتي. سعيد. طيب ما أنا عارف إنه سعيد، أنا عايزه يرد عشان يبقى صح معايا. معلش مستر، بس البتاع علق عندي. ولا يهمك. رقم 8، عاد الأب من العمل ظهرا. فين المعرفة؟ المعرفة العمل، وظهرا النكر. طب فين المعرفة بس؟ العمل صح، في معرفة تاني؟ فين؟ ايوه مستر، الأب. أيوه أنا حطيت تحتها خط. طب يلا اللي بعده. محمد انتشر العدل. 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 طب تنفع انتشر؟ اكيد لا، لا مش لانها ايه؟ نكرة، لا. إيه مش معرفة مستر. انتشر دوت اسم ولا فعل اصلا؟ انتشر فعل. فعل، وفعل ماضي. ماشي. مايا سؤال حلو بقى. وجدت زميلي في النادي في ماشي. كذا معرفة. التاء، التاء. التاء أول حاجة مش ضمير متكلم. تمام، عشان ضمير. كويس ان انت بتطلعي الضمائر المتصله كمان، ده انت مهيئه ان انت خلاص تدخلي على الضمائر بتاعت اولى اعدادي في الدرس ده. كويس. وفي برضو النادي معرفة بالألف واللام. تمام، بس كده ولا في حاجه تانية؟ لا، وفي تنفع اللي هي الياء بتاعت زميلي، وكلمه زميل نفسها. وزميلي، وكلمة زميلي برضو، علشان ما بعديها. نركزش دلوقتي على الضمائر المتصلة على قد ما نركز إن الاسم اللي فيه ضمير متصل. وعلى فكرة الضمير لما بيلزق في الاسم على طول مضاف إليه. أنا قلت لكم معلومتين أهمت دولت من السنة الجاية وسهلين جدا، إن أي ضمير منفصل اللي هو أنا ونحن وهو وهي وأنت وأنت، كل الحاجات اللي إحنا كل لسه دلوقتي قايلينها دي بيعرب مبتدأ دايما. تاني معلومة، إن الضمائر اللي بتلزق في الاسم وبتلزق في الظرف اللي هو اصلا برضو اسم لازم تبقى مضاف اليه دايما. طبعا بقيه الايه، بقيه الحاجات نكره زي مثلا مهذبه، كتابا، رائعا، طالب، مهذبه، كل الكلمات ديت ايه، نكره. تعالى بقى ناخد هو يا مستر، يعني مثلا دلوقتي اسم جاء بعديه حاجة معرفة، الاسم اللي قبل المعرفة ده هيعرف برضو معرفة؟ اسم جه بعديه حاجة معرفة، يعني جه بعديه مضاف إليه. لا، يعني مش شرط مضاف إليه، بس دلوقتي يعني حاجة تعتبر من الأسماء، جه بعديها حاجة معرفة، لا طبعا، فالاسم اللي قبليها ده هيعرف برضو حاجة معرفة، حتى لو هو ما كانش فيه أي حاجة من أداة المعارف يعني، احنا فده برضو هل... ما ينفعش نتكلم كده من غير امثله. بس هو الفكره كلها ان الكلمه الثانيه دي لو عرفت الكلمه الاولانيه مضاف اليه، يعني الاولانيه هتتعرب عادي، هي هتبقى معرفه بس هتعرب عادي حسب مكانها في الجمله. هتفرق مع مين؟ هتفرق مع اللي يجي وراها. اللي هيجي وراها هيبقى مضاف اليه، واللي هيجي وراهم بقى ممكن يبقى مثلا لو هو برضه معرفه زيهم ممكن يبقى نعت. ممكن
برضه اللي بيفصل الجمل والتدريب، هنتدرب واحدة واحدة ونعرف ايه المقصود، ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. يعني مثلا هنا في جملة بتاعت حب الوالد لأولاده مثلا كبير، فهنا الوالد دي معرفة، فحب هنا ثواني هكتبها هتقعد بسرعة، برضو معرفة. اكتبها بسرعة اهي. حب الوالد لولده كبير، ايه بقى اللي بتسألي عليه؟ انهي كلمة؟ يعني هنا الوالد، هنا الوالد معرفة، حب برضو هتبقى معرفة. حب، اه هتبقى كده معرفة لانها اللي وراها مضاف اليه، فهي تعرفت بالاضافة، باضافة كلمة الوالد، ان هو مش حب اي حاجة، ده حب الوالد حددته، ممكن يكون حب الوالدة، ممكن يكون حب الوطن حددته، حددت كلمة الحب، حب ديت كأني بالظبط قلت الحب، ماشي. كلمة الوالد ديت مضاف إليه هي معرفة، وبإضافة ديت فهي كأن جابت الألف واللام ديت وحطتها لها، فاهمة؟ طب فين الخبر هنا؟ الخبر هنا كلمة كبير، قول اللي في النص ده ماليش دعوة بيه. حب الوالد ماله لولده، ماله يعني كبير، وده خبر نوع مفرد زي ما قلنا المرة اللي فاتت. بتنادي بتنادي انت بتنادي، انا مركز. طيب بيقول لي في حاجه اسمها الالف اللينه، امتى نكتب الالف عاديه عصايه يعني زي اللي هي في هنا ديت كده، ماشي، وامتى نكتبها بالشكل دوت اللي هي شبه الياء، اللي شبه الياء ديت اسمها الالف الايه، الالف اللينه، بتتكتب شبه الياء، والمفروض ان هي فرق ما بينها وما بين الياء حاجة بسيطة. ايه هي الحاجة البسيطة ديت؟ ان انا المفروض ما بحطش النقطتين دول. هو انا المفروض احطهم؟ اه لازم احطهم. لو تلاحظوا انا بكتب اي حاجة بكتبها ايه، اليه اللي في الاخر بكتبها ايه، عادية، يعني ما ينفعش ايه لا احط نقطتين كده، غلط الكلام ده، ما ينفعش، ماشي. يبقى الالف اللي هي شبه كده ديت اسمها الف، انما التانية اسمها ياء. طيب امتى بقى نحط دي وامتى نحط ديت؟ هو ده اللي احنا ايه عايزين نعرف، امتى اكتب بالالف العاديه وامتى اكتب بالالف اللينه، بيسموها اللينه كانها كانت عصايه كده، وقعدنا نشكلها تاني عشان هي لينه وعملناها شبه الياء، تمام. فليه كتبنا نما الطريقه دي، ما كتبناش نما كده بالالف اللينه ليه، وكتبنا ساعة كده دي مش موجودة، وكتبنا ساعة كده ما كتبناش ساعة كده بالألف العادية، إيه الفرق؟ وعلا ما كتبناش ليه بالألف، ودي العكس، قال لي لا الموضوع مش ماشي كده، ده له إيه؟ ده له أصل. إيه الأصل؟ إيه الحاجة البسيطة اللي إحنا، وطبعا الموضوع فيه تفاصيل أكتر، بس إيه الحاجة البسيطة اللي إحنا نقيس عليها؟ قال لي والله الحاجة، الكلمة، الأصل الألف ديت واو تتكتب بالألف العصاية، دي اصلها واو. استفكر، نعم، مش فاهم انا الحتة دي. طب ما انا يعني لسه واحدة بتاخد قول تاني عشان الصوت قطع معايا. ايوه يعني هو احنا ليه بناخد اصل عشان نعرف نكتبها بالالف اللي هي اللي شبه دي، او ليه بناخد الحاجات دي ده اصل املاء، وكده. دي قواعد املاء، مش احنا بناخد اخر كل حصه قاعده املائيه، تمام، دي قاعده بنتملى املائيه قاعدة. وهنتملى دلوقتي. ايوه مستر أنا بره البيت ومعيش ورقة، ف ولا طب يعني ليه بره البيت؟ طيب ما المفروض تبقى بتاخد الحصه او بتاخد الحصه في مكان لا يعني معين. ماما، ماما لا يعني احنا في مكان كده هادي خالص، ماما يعني قعداني في مكان هادي، وهي يعني مفهوش حد، مكان مفهوش حد، وهي راحت تشتري حاجة كافيه كده. حاول لو عرفت تكتب مثلا على الموبايل، حد تملى على الموبايل مفيش مشكله، يعني أبو بطيء خدت على قد عارف. ما تقدر. انا بملي ببطء بس، مش يعني هنشوف دلوقتي، هنشوف.
ممكن حضرتك تبقى تبعت لي الريكورد بتاع الإمضاء، فكرة حلوة دي. ما هو كده كده هيبقى جوه الريكورد بتاع الحصه. طيب أوكي. تمام، طب نكمل القاعده علشان نملي بعديه. بيقول لي الافعال وفي الاسماء وفي الحروف، هي المفروض في الافعال وفي الاسماء هي ايه؟ هي ليها قاعده ان انا بشوف اصل الالف دي، لو الالف دي اصلها واو بتبقى بالايه؟ تتكتب بالالف العصايه، لو اللي هي اصلها ياء يبقى بتتكتب بالالف اللينه اللي هي زي كلمه ساعه. طيب ده في الافعال. طب في الاسماء بعمل ايه؟ قال لي بشوف المثنى بتاعها او الجمع بتاعها، فبالتالي هعرف اصلها. طيب هو حكايه اصلها ديت انا بجيبه منين؟ قال لي في الافعال مثلا بعرف اصلها ان انا بجيب المضارع. يعني مثلا عايز اكتب نما، اكتبها ازاي؟ اشوف المضارع بتاعه ايه. مين يقول لي؟ ينمي لا انا ما قلتش نما، انا قلت نما، هو نفسه اللي نما مش بينمي حاجه. هو انا يعني انا ما اصلا يا مستر نما يعني كبر، يعني جاي من النمو، ينمو ينمو. شفت بقى احنا جبناها ايه؟ بالواو، بلوين. صح؟ اصلها واو تتكتب بالالف دي، فنما. طب لو كنا قلنا ينمي كنا كتبناها بالالف الايه؟ اللينه. ماشي؟ طيب زي ايه؟ هاتي لي اصل كلمه قضاء. قضاء اللي هو القضاء، يعني عارف القضاء؟ في قاضي بيقضي. طيب هاتي لي بقى، او حد يجيب لي، عايز يشاركنا كلمه قضاء اكتبها بايه؟ اروح جايب المضارع بتاعها يقضي يقضي، يبقى هنكتبها يقضي ازاي بقى؟ من تبقى بالألف اللينة. بالالف العين. ادي الموضوع سهل خالص. ماشي؟ طب دوت بالنسبه للافعال. طب بالنسبه للاسماء، انا هجيب مثال سهل اسهل من حكايه علا. جيب مثلا عصا. عصا اكتبها كده ولا اكتبها كده؟ لا يا اسف مستر، معلش، اكتبها كده. بالألف اللينة لا انت عشان جبتيها، المضارع بتاعها ناصي. ما هو دي ده اسم، مش هنستخدم بقى قاعده المضارع ديت، هي ما بتتكتبش كده. قال لي اجيب منها المثنى اقول عصوان، ده المثنى بتاعها. هنركز بس على موضوع الافعال النهارده، ويعني اهو خدنا فكره عن موضوع الاسماء عشان نعرف ان الموضوع ليه تفاصيل كتيره، وموضوع الحروف هو في حروف معينه هي اللي بتتكتب بايه؟ بديت، وحروف معينه بتتكتب بديت مع الوقت برضه هنتعلمها، بس الاهتمام الاكبر النهارده بموضوع الافعال، ونشوف المضارع بتاع الفعل بيتكتب ازاي، ونكتب بالالف العاديه او بالالف اللينه. تمام؟ طبعا لو عايزين بقى القاعده بالتفصيل، التفصيل عندك ديت قاعدة الايه؟ الالف اللينة، او بيقول لي في الاخر مثلا التثنية والجمع، عصا عصوان، فتى فتيان، او جمعتها طلعت بالايه؟ بالياء، فتيان اتقلبت الالف لياء فبالتالي كتبتها كده. ماشي؟ بيقول لي ازاي بترسم الف، ازاي بترسم ياء بالتفصيل، وبحاجات معقدة انا ما رضيتش طبعا ان انا ادخل في التفاصيل ديت دلوقتي، بعدين واحدة واحدة نعرفها، بس كفاية ان انت يكون معاك الايه؟ الحاجة الأساسية اللي بتعرف بيها حكاية إن أنت بتقلب، بتشوف المضارع شكله إيه وبتقيس عليه. الراجل ده فاكرينه؟ أول ما بنشوفه بنحاول إن إحنا نتمله، وبنعرف خلاص إن الحصة بتخلص. صح؟ يلا. هتبقى برضو إملاء قصيرة زي بتاعت المرة اللي فاتت. ايه؟ انا هتملى ازاي انا دلوقتي؟ انا عاملها اقصر من بتاعه المره اللي فاتت، يعني هما جملتين ثلاثه، حاول ان انت تكتبهم على اي حاجه ان شاء الله على الموبايل. ما عرفتش خالص، خلاص ما تتملاش. انا انا لما اروح بقى حضرتك ممكن تبقى تبعت الريكورد وانا هشغل اخر حتة وابقى اتملاها. ما انا هبعت، ايوه انا لما اخلص هرفع الحس، انت شوفه بقى وتملاها.
ده حل كويس. طيب الباقي بقى يتملى معايا. يلا بيقول لي أتى وقت مستر ممكن بس من الأول عشان مش موجودة. من الأول، أتى وقت العطلة. أتى وقت العطلة، تمام كده؟ وذهب، وذهب الناس، وذهب الناس إلى خلصت المحافظات، لقيت نفسي ان انا اقدر اسوق وذهب الناس إلى المحافظات الساحلية، في مصر. في حد متأخر في الإملة؟ عمال لي بالراحة خالص. مايا تمام معايا؟ طيب يا مستر. تمام. فاصلة خلاص، فاضل حاجة، فاضل 4 كلمات بعد الفاصلة. وقضى الأطفال الأوقات الممتعة. وقضى الأطفال الأوقات الممتعة. نقطة خلاص. في حد عايز يعيد أي حاجة؟ طيب شكرا يا مستر. تمام، صوروا لي بقى الإملاءات وبعتوها دلوقتي عشان أقول لكم الواجب تطلعوا إيه من القطع. طبعا أنا عايز من القطع قبليها، يعني من قبليها كده الموضوع محسوم، أنا عايز أطلع منها كل معرفة وكل نكرة. تقول لي الكلمات الناكرة كذا وكذا وكذا وكذا، والكلمات المعرفة كذا وكذا وكذا، وبحذر من الأول ما حدش يطلع لي أفعال. بس أهم حاجة دلوقتي تبعتوا الإملاء الأول، وبعد كده اللي عايز يبعت الواجب يبعته في أي وقت، سواء دلوقتي سواء بعد شوية بكرة، وقت ما تعمل. هو سهل، مش هياخد منك 5 10 دقايق. تمام؟ يلا شباب، سلام.